عندنا ولو انها ديمقراطيه كامله ما هي، لكن عندنا على الاقل اسس. ياخذ الديوانيه مقياس راح يودي بلد بداهيه. الديوانيه قد تكون طريق للبرلمان او طريق للمنصب. مو الديوانية اللي تحكمني، أنا اللي أحكم الديوانية. مو أي تأثير، تأثير إيجابي ولا بعد الحدود. ما نقدر نخضعها للقانون، حتى لو القانون يبيها تخضع له، بس هي غير قابلة للخضوع للقانون لأن تستمد جذورها من ماضي عريق. الديوانية العدو الأول للمرأة. تو متزوج يروح ديوانية يقعد ليل الصبح، ما يصير. وشايب؟ لا شايب، لا خيره. هذه الديوانية ليست فقط للنساء وليست فقط للرجال. مثل هذا الحين قس مسيحي قاعد مع سيد من الشيعة من العراق. A lot of big decisions or strategic decisions were all made in the powerful demonias. أنا أقول لك يمكن الحكومة ما تبي دواوين، وقيل وقال يبتكر وقاعد قاعد ببيته وكل. الإنسان يفخر أن تكون الديوانية لاعب أساسي في دولة الكويت على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي، وإن شاء الله يعني من العادات والتقاليد اللي لن يعني نتنازل عنها. شلونك؟ عساك بخير. اهلا وسهلا. هلا ابو لميس، شلون صحتك؟ عساك بخير. الديوانيه يعني لها طابع مميز في الكويت، تختلف عن باقي الدول، خاصه من الديوانيه غير موجوده في كثير من الدول، حتى الدول الغريبه في المنطقه، واللي ايضا تتميز بنفس خصائص الكويت مثل البحرين، مثل قطر، مثل السعوديه، مثل دوله الامارات. انا اعتقد انه الحاكم كان له دور اساسي في تجدير الديوانيه في الكويت من خلال تزاور الحاكم مع المواطنين خلال المناسبات الاعياد وشهر رمضان والتباريك وايضا العزاء. هذه كلها امور ساهمت في ان يكون للديوانيه شان. ما اقدر اقول لك الحين او اجامل قدام المجتمع. لا اتكلمي. عرفت؟ الكلام كان زمان البلد مشتركة من صغير وكبير. زين؟ ولا تلقى فيهم واحد طايح، ولا تلقى واحد يتكلم على الثاني، وكل واحد أحلف براس الثاني. اليوم لا، كله مشاكل. فلوس كثرت ما نقول لا، لكن مشاكل أكثر ما كان عليه بالسابق. أي نعم. فيكم واحد يقدر يقول لا؟ عادل. فيكم واحد ما يفكر 24 ساعة؟ والله أبو خالد.
لا ابو مساعد الزينك الحين احسن من الاول الحين هو ان شاء الله هناك شباب ابراهيم دعين شبابي والله احنا احسن منكم يعني اللي مخلي للديوانيه مكانه مهمه ان تاريخيا في الكويت حريه التعبير مكفوله حتى قبل الدستور يعني لا يحاسب احد او يحاكم او يعاقب على رايه فبالتالي يلقي رأيه في المكان هذا يلتقي مع أصحابه ومع آخرين يتبادلوا الرأي يختلفون يتفقون يبدي رأيه فهذا المكان اللي فيه يبدأ الرأي قبل أن تكون هناك صحافة قبل أن يكون هناك مجلس واستمر الموضوع